هل لفضيلتكم أن تبينوا لنا خطورة المعاصي على الفرد والمجتمع؟ هذا شيء واضح، المعاصي هي خطورة على الفرد لأنها تعرضه للعقوبة وتحرمه من الثواب، وعلى المجتمع لأن المعاصي تحدث في المجتمع عقوبات، انحباس الأمطار بسبب المعاصي، انتشار الأمراض هذا بسبب المعاصي، قلة الأرزاق هذا بسبب المعاصي، تسلط الظلمة هذا بسبب المعاصي والذنوب. نعم.